يا احمد. نعم عمار، صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدينا ومتابعينا، وحياكم الله بداية أسبوع، والناس بمناطقنا يتأملون وينتظرون أنه نزورهم كاميرتنا، وإن شاء الله نزورهم بخلال الأيام. يعني بصراحة عمر ومشاهدينا، إذا تحدثنا عن مناطقنا فبالتأكيد كل منطقة لها خصوصية وكل منطقة لها أهمية، والناس بمناطقنا ما نقول إحنا يعني نأيس من هالحياة ونأيس من الوضع اللي إحنا به، لكن عسى بلكت يسمعون أهل الضمير أهل الإنسانية، يشوفون هذه الناس بهذه المناطق شلون عايشة، إيش تأكل، إيش تشرب، إيش تشتغل، شلون عايشين يمشين أمورهم بهذه الحياة الصعبة اللي نعيشها إحنا يوميا. زميلي صراحة انطيني صورة عن الحي الصناعي من الكسرة وعطش، هذا المنطقة الصناعية والتجارية بتفاصيلها اللي بصراحة يعني قبل شوية قعدنا نسولف ويا الناس وعرفنا وضعهم بشكل مختصر حتى هم يتحدثون عن ما يدور بهذه المنطقة. سألتهم قلت لهم ايش قد صار لهذه المنطقة؟ ايش قد عمرها؟ قالوا احنا بالسبعينات عندنا تبليط ورصيف. فسكتت. يعني حي صناعي، منطقة صناعية، محلات قديمة جدا من السبعينات، و يعني معاناتهم هواية وكثيرة طبعا. راح نسولف وياهم بموضوعات العمل اللي موجود، وايضا بموضوعات المنطقه والخدمات، موضوع الكهرباء لاهميته بالنسبه لهم، لانه بصراحه اذا تحدثنا عن موضوع الكهرباء فالمناطق الصناعيه كسره وعطش، المناطق القريبه، المناطق الصناعيه بشكل عام في بغداد، وحتى المناطق السكنيه هي تعاني من ازمه الكهرباء دون حل يذكر. صار ديوان، يعني ديوان عرب على قولتهن، لأن القدامى كلهم متجمعين بهذا المنطقة بهذا المكان حتى نسولف وياهم بشكل مباشر بالصورة والصوت. إذا نحاول، السلام عليكم، حاول نوقف والله. شو أخباركم؟ شلونك سيدنا؟ حبيب الغالي، أخبارك؟ إن شاء الله زين، الحمد لله والشكر. جزاك الله. صباح الخير على قناة الرشيد الفضائية، وصباح الخير على كادرها، وصباح الخير على العراق الجريح، وصباح الخير على معاناة الشعب العراقي. شكرا أستاذ على هاي جيتكم المباركة. احنا جيناكم لانه عرفنا انه هاي المنطقة تعاني هواي مشاكل، وبصراحة احنا لازم نتواجد بهذه المناطق. اولا المناطق قديمة، ثانيا مناطق صناعية مهمة، عوائل هنا تحتاج على العمل اللي موجود بها، شلون الشغل بها؟ طبعا اعطيك مقدمة مختصرة عن واقع المنطقة الصناعية في كسرة وعطش. المنطقة الصناعية في كسرة وعطش احنا من المؤسسين، احنا سنة 79 كنا بكسرة وعطش، يعني حوالي 40 سنة احنا صارنا بهاي المنطقة. حقيقة المنطقة تأسست بزمن النظام البائد. المنطقة الصناعية اول ما تأسست كانت الخدمات حقيقة فول، يعني من اجينا بنينا المجاري موجوده، التبليط موجود، الكهرباء موجوده، المجاري موجوده، كل الخدمات متوفره، بحيث الناس اللي كانوا يجون للمنطقه الصناعيه يعتنون من المحافظات الغربيه، يجون من صلاح الدين، من الانبار، من دياله، من الموصل، وكذلك من جميع الاطراف بغداد، كل المحافظات. حقيقة بعد 2003 تعرضت المنطقة الصناعية في كسرة وعطش إلى هزة، إلى واقع اقتصادي مرير. بدأ العمل الاقتصادي بها ينكمش، بدأت الحياة تعاني. ليش؟ لأن أكثر الناس تعرف المدينة، مدينة الصدر، منطقة صناعية في كسرة وعطش، هي كل المناطق ولكن الأغلبية مدينة الصدر يحتاجون على هاي المحلات، فبدأت المعاناة. وبعد اللي زاد الطين بلة أستاذ، بدأت عندنا الطائفية. من بدت الطائفية، يعني تصور بعد أبو المنصور ما يعبر للرصافة، أبو شارع فلسطين ما يجي، ناهيك عن المحافظات الغربية ما حد يجي، فبدت المنطقة تعاني. هاي نقطة. النقطة الثانية موضوع الخدمات، موضوع الكهرباء موضوع أزلي، اعتمدنا احنا بالمحلات خاصة جماعة الصباغ بالكمبريسر على المولد البنزين. في بداية الأمر كنا نجيب سيارة نشكل الصندع على الهواء ونجيب بطل الأكسجين حتى على مود نكمل شغل العالم. بعدين بدأ هذا الكمبريسر على البنزين، بعدين بدأت عملية السحب وهكذا. الكهرباء الوطنية تعبانة، هسه مثل ما وصلت الكهرباء الوطنية طفت، معتمدين على السحب. بالضبط، هاي نقطة. النقطة الثانية نرجع لموضوع أمانة بغداد. الإيجارات كانت بزمن صدام رخيصة، 400,000 ويجي قسط الإيجار، بينما هسه الإيجارات ارتفعت إلى ملايين، بعدين تجي وراها الضرائب،
بعدين تجي وراها اجور البلديه، تجي وراها ضرائب القطعه. هذا كله بوصولات رسميه؟ ها بوصولات، بس العمل استاذ العمل ضعيف مقابل سحب الاموال. يعني الدوله امانه بغداد يعني اصبحت ينطبق عليها المثل ان حضرت لا تعد وان غابت لا تفتقد، لان ما قدمت اي شيء للامانه، مجرد يجي يمصك ياخذ من عندك فلوس، بس تقول له عندي خدمات ما عندي. انتم مجاين دخلت المنطقه شفت الشارع معاناه، بقوه بقوه جينا وصلنا له. هسه ان شاء الله نتخلص اللقاء وياه وتاخذ الجماعه راح تتوجه كامرتك على منطقه هذا الشارع الرئيسي اللي هو قبالك، هذا كان ارقى مدخل اللي هو تابع لامانه بغداد، عباره عن مزبله اذا ما حرقوا فد شويه دخان، طبعا تلوث امراض سرطانيه. الامانه تدري بهذا الحكي؟ الامانه طبعا تدري، اللي شو مو يفترون البلديه الموجودين هنا استاذ هم مو ياخذون فلوس، يندلوا اكلها. اما الشارع السايد الثاني شارع منتهي حدث ولا حرج ما ينفاد، هسه احنا نعتبر شلون احنا نعتبر المقدمه اللبه يعني فشي منطقه راقد، احنا السنتر فشي حلو، بس اذا اخذك جوه راح اشوف المعاناه. شنو هي المعاناه؟ المعاناه المحلات معزله، شغل ماكو، عمل ماكو. انا حتى شفتهم كلها قاعده، كلها قاعده هاي وحده. اثنين، المدينه كانت بيها مداخل مدخلين ثلاثه، بعد السقوط هاي المنطقه انسدت تجاوزات. انت شايف شارع انسد، شارع مدخل منا تطلع على الشارع العام بغداد انسد؟ لا لا لا، تجاوز الحواسم، حواسم حبيبي كلها انباعت. هاي صار قطاع ضافوه قطاع 80 79 قطاع صار 80. اهالي كسروا عطش مثل ما تشوف معاناه، واحنا بالذات يعني قضيتنا مع قضيه امانه بغداد، طلعنا اكثر من مره تظاهرات على الامانه في زمن صابر العيساوي، ووقفنا بالامانه وكلهم كانوا موجودين وما سحبنا الا الوحده الظهر، ومطالبنا ما نفذوها. يعني لحد الان صارت معلقه؟ طبعا طبعا صارت معلقه. يا ما بغداد ايش قدمت؟ انت تمشي بنص بغداد تلقى طسات، كسروا عطش منسيه. خلي انتقل للجماعه. نعم شكرا، انا اشكرك. سلام لك يا طيب، الله يبارك فيك. شلونك سيدنا؟ اذا هنا سيدنا شلون عافيتك؟ شلون صحتك؟ مرتاح ان شاء الله؟ شلونك بعد الله يخليك؟ منطقه منا مو؟ انا اي نعم اي محلي هنا محلي قدام الله العظيم. شلون الوضعيه يعني عمال؟ المنطقه تعبانه وازدحامات، الاشارات ازدحامات، خدمات ماكو يعني، وقاعدين حتى عمل ماكو. شلون تمشون وضعكم؟ ايجار محلات إيجار من إيجار العمال اللي قاعده؟ والله ايجار من 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 عندي من البيت من جيب الخاص ادفع الايجار. لا والله العظيم. هسه واحد يسولف يقول هسه انت متوازع على هالشغله اذا تدفع من جيبك شلون؟ يعني مو هو انا محل انا باني يعني عوفه شلون عوفه؟ هو حتى ما حد ياجره. زين؟ كل المحلات هيك؟ كل المحلات هيك. ونرجو من الامانه يخفضون الايجار، يسوون خدمات، يبلطون هاي الفتحات، يبلطونها، يكثرون الفتحات. سيدنا اذا انت من المنطقه وقديم خلينا نتمشى، اذا تسمحون وياي نتمشى حتى الناس هم تشوف والامانه هم ناخذهم بجوله. شلونك؟ الله يسعدك. شلونك يعني شلون صحتك؟ بالنسبه احنا جماعه كسر وعطش محلاتنا كلها رسميه، وعندنا هنا بالمدينه تقريبا 80 قطاع صار ويا هذا المتجاوز، هو 79 قطاع المدينه صار 80 قطاع كلها مصالح، فعملنا كله وقف. زين انا صاحب محل وعندي 5 عمال، يعني احتار نوبات بيومياتهم، والله احتار بيومياتهم. فهاي المناطق الصناعيه المتجاوزين، المناطق الصناعيه المتجاوزين بلكي يشوفون محل. يعني احنا رسميه ندفع ضريبه، ندفع اجار، ندفع راس المهنه، ندفع حراسات، ندفع مي، ندفع كهرباء، فبدنا نلحق. وبالتالي انتم يعني شغلكم هذا ست زين. احنا يمكن هذا شارع الاول، العفو لو تحكي انت، هذا شارع الاول يمكن عندي انظف شارع هذا، تفضل جوه شوف ايش قد العالم، حتى ماخذين الرصيف. يعني هنا كان قبل عندنا زمان صدام محلين 3 مال تفصيخ، هسه المحلات كلها تفصيخ صارت، هاي كلها تجاوز، كل يعني تجاوز يعني مصيبه بالتجاوز عندنا هنا. هسه الجزر الوسطي فيها تجاوز، اي كلها تجاوز، هذيك الحاويات، وشوف هناك هسه بذاك الشارع. الصراحه اعطيني صوره حبيبي. تفضل شوف اللي قدام وشوفوا له. تفضل اي. هذا التقاطع يعني كان تقاطع؟ هذا التقاطع كان كلها العفو استاذي، هذا التقاطع كان ما قايل بالارصفه، كان كشك ما شاي بسيط، ما قصه كلها تجاوز، اذا تعوفها هذا انا محلي. اي عمالي وهذا والله العظيم شوف الربات فارق. كم عامل عندك والله مشغل؟ والله 6 عمال. ست عمال بس شنو معارك بين حتى مو شغلتنا نشتغلها. زين زميلي حاول نروح للتقاطع حتى نقدر نعطي صوره عن 4 اتجاهات حتى تكون واضحه الصوره. لامانه بغداد والدوائر الخدميه اللي موجوده. بس هاي تصور لي هاي الحاويات، هاي الحاويات كلها غلط. يعني هاي العالم شنو ذنبها؟ شنو العالم هذا يدفعون اجارات وضرائب؟ وتفضل شوف هسه المتجاوزين هنا.
منها مسدود كلها تجار. شوف هذا استاذي كلها هذا عندنا انظف شارع حتى لو طب جوه الله يساعدهم والله نوبات احنا نحدد تصليح بالسياره واجاره حاله حالك؟ طبعا اها هي اجاراتهم وهذا شوفوا هذا تجاوز هذا كله تجاوز هذا الشارع شوفوا مال تفصيخ زين يعني قابل سوى اربع خمس محلات بزمان هذا كان مبلط عمي؟ كله مبلط هذا كان مبلط؟ اي هذا طبعا بالشتاء لو جايين ما تقدرون تطبون هنا مي هذا كله مي هذا الشارع كله مزيد شوف استاذ يصور هاي بلا زحمه هذا الرصيف هذا الرصيف هو المفروض ينفتح يعني تمام ولا خلل بالناس يعني اللي يقعد تجاوز استاذ اذا مو قانون الناس كل شيء يسوي البشر كل شيء يسوي البشر بالضبط عرج على شغله مرصد ابو محمد المكان اللي قلت لك عليه هذا الشارع قبل شوف ذيك البنايه العاليه بس خلي المصور يركز لنا عليها ذيك البنايه العاليه صلاح خلي يركز على هالبنايه صلاح والله حاول تطلع صوره بهالاتجاه صلاح شوي اخذ لايف يسرى يسرى هذاك الكوخ العالي شوفه كرفان هاي أمانة بغداد طبعا أمانة بغداد هذا الشارع ماله منتهي ومنوب بكان متنظف هي الزبل مالهم الكابسات اللي تجي كلها تفرغ هنا مو تفرغ هنا وعدهم شغلة عدهم يحرقون وعدهم الطريق طبعا مذي المنطقة هاي نقطة والنقطة الأهم اللي يبلغوني بها الأخوان حقيقة موضوع الوارد الأمريكي موضوع الوارد الامريكي هاي الناس كانت محتاجه على الوارد الامريكي تدخل السيارات متضرره حتى يصلح السمكر يشتغل الصباغ الفيتر الحداد وهكذا كلها تشتغل يعني المنطقه الصناعيه قطع هذا الموضوع الوارد الامريكي حقيقه يعني ما فادوا بعمان فادوا الصناعه في الاردن اكثر ما فادوا الصناعه ببغداد احنا بالعكس احنا متضررين هي الناس عايشه على هاي السيارات زين انت تمنع السيارات والله الا تصلحها بعمان وهاي المصاريف وين راح تصير بعمان او بدبي يستفادوا معتها العمال اللي هم غير عراقيين هاي نقطة مهمة العراق هو خاصة السمكر سابق عايشين على هذا الوارد الأمريكي فإن طالب من خلال قناتكم الموقرة عودة سيارات الوارد الأمريكي حتى تصير حركة عمل بين السمكري بين الصباغ وبعدين الوارد الأمريكي سيارات حديثة تعرف التنفولة أفضل من الإيراني والصيني اللي يدخلنا هاي صناعة ردي أزبالة بينما هذا كوري وأمريكي صناعة متينة يجي بي ضربة بشاملق بالباب وهكذا فهاي نقطة مهمة نطالب من خلالكم نطالب النقابة العامة ونطالب الأستاذ عباس زوير الإنسان اللي هو ابن المنطقة الصناعية وخدم المنطقة الصناعية وموجود حاليا بالنقابة عن هذا الموضوع دخول سيارات الوارد الأمريكي من أجل عيشة العالم وعيشة هاي الناس بالضبط السوق راكد يعني السوق عمل ماكو وتعرف انت اذا اشتغل الصناعة اشتغل البقال اشتغل بالتاكسي فهي حركة عمل فالعمل كله ركود وبالمقابل هم خطيط يدفعون ايجارات وضرائب تحياتي وسلام لك شكرا الله يسعدك عمي كريم وبدي هنا اهلا وسهلا كلها بك الله يعزك يحفظك الله من والديك العالم تعبانة عالم طيب حياك يعني شنو ذنب الاطفال هذا شوف تفضل يدور شغل هنا شنو ذنب هالعالم يعني هي هذا هذا السبب يعني هذا او غيره عايف المدرسه ماكو مدرسه نهايه هو حتى لو هاي هو مبطل من اساسا مبطل من المدرسه شنو ذنب هذا وهذا وهذا يعني شنو ذنب العالم عالم كله تعبان الشغل كله تعبان يعني هذا مثل ما ذكر الوارد الامريكي انقطع وصار الوارد الامريكي كان محرك كان محرك الشغل كله الوارد الامريكي ليش هسه فايدين ابو عمان ابو عمان احسن من العراق يعني منتصف تجارة العالم قلت منتصف تجارة العالم عالم قلت شنو شلون واضح يصير متاجر وتاجر مو تمام لو لا زين انا هذا العمل وقفته في سبيلي لا في سبيلهم لا في سبيلنا يذلوننا احنا اللي هم يمثلون الوزارات والوزارات زين احنا التجارة اللي يردناها ان تصلح لنا لو تصلح للعالم للعالم مو تمام لو لا مردود للجميع هو مو هالشكل مو بس احنا حتى وافده للدوله يعني مردوده للدوله احنا هسه توزعنا بين اردن بين الامارات يعني دول قطبيه خلينا نقول بس واردنا مو انه للاسف زين هاي المضامير العالم اللي عايشه من وراء الواردات مو وين سالكها؟ سالكها بالطريق يظنون هم وراهم عائله وراهم بيوت وراهم ايجارات مستحقات دوله ل قال شنو لم النفايات مو هالشكل يعني ماكو توريد عالي الامام علي دائما يقول ارحموهم بالارض حتى يرحموكم في قطب السماء احنا لا يرحمنا لا بالارض ولا قطب السماء يعني معناتها بلد متحكم على عيانه مو على بيانه مو احنا المحكومين صار لك عمي هناك انا خدمه كبيره قدمنا للجيش العراقي البازل وهسه نقدمها للصناعيه وهاي ايجابيتها لا موضوع محترم لا قياده عمل صحيحه لا بانيه فكر عقائدي صحيح تهنا بين السياسيين بين الأفكاريين بين الجماعات هذا تسليكنا وين الخطوط الأمنية خطوط الأمنية خلي يوزع ليها بالداخلية وين هي
من مسؤول عليها؟ انا مسؤول عليها الصناعي، انا مسؤول عليها الصناعي، لا هو مسؤول عليها. قصدي يعني هاي المنطقه مو امنيه؟ وين الامان اللي بيها؟ وين؟ وين تسليك الخط؟ وين؟ ما لي شغل اخي، انا عندك خط يومي اروح ويجي من قبل وزاره الداخليه. هي مكاتب هنا ماكو دوريات باللي وين تعقب لبركين؟ تابع لبركين؟ تابع خطوطك. تحياتي حبيبي عمي. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا نشكركم طبعا قناة الرشيد لانها الوحيدة اللي وصلت لنا هنا وشافت المعاناة اللي موجودين مال الصناعيين. احنا كقطاع خاص يعني شبه معدوم، يعني كل محل اقل محل بخمس عوائل او يعني اقل محل بخمس عوائل او ستة او سبعة. زين هاي كلها زين انتم كل شيء ما موفرين لنا اي يعني كعمل وكنظافه، وهسه حكوا الولد قبلها المصرف الصناعي التقرض للمحلات كقروض ميسره، رحنا للمصرف الصناعي 12% يريد كفوائد، يعني هي هاي قروض ميسره هاي للمحلات. فاحنا نعم احمد خلينا نصير هنا يعني هذا القروض اكو واحد استلم؟ اكو واحد استلم قروض؟ واحد استلم طبعا استاذنا العزيز ما يستلم كفيل، يعني كفيل. مو كفيل، مو قضيه كفيل على المحل، هو على المحل بس كمحل يعني كقروض يعطي 12% فوائد. احنا شلون راح شنو الميسره من عندها؟ ايش قد يعطوك 12 مليون؟ لا يعطي 5 مليون و3 مليون، 3 مليون و5 مليون الصغيره والكبيره مشروع مشاريع. 5 مليون اذا اعطيتك اياها شو تسوي بي؟ طبعا نعم صاحب محل ارتب وضعي اني اجيب يعني اكثر ادوات اكثر اشتغل بيها، احنا كحرفيين يعني هذا كله شغلنا، اطور نفسي اكيد. هي المنطقه ميته ما بيها شغل، شلون اعطيك انا اعطيك سلفه واظل اركض وراك شلون؟ ادري عاد احنا 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 ك يعني احنا نبقى يعني نبقى هيك معدومين، يعني شلون يعني انت لازم تشوف لي حل، يعني شنو انا مو مواطن عراقي لو انا من غير مكان انا جاي. يا استاذنا العزيز واحنا نشكركم. حياتي وسلام لك يا بطل يا حبيبي، الله يسعدك. رحب اهلا ومرحبا، نرحب في قناه الرشيد الموقره ان شاء الله رحم الله والديكم. بس احنا بالنسبه لنا انا بالنسبه لي ما عندي اي محل وما عندي اي مهنه هنا، انا مجرد سائق تاكسي اجي اصلح. الله شاهد ابو المحل يعني منتهي، مرات انا اجي اصلح يمه ابو الضرب يجي علي، ابو البلديه يجي علي، يعني متدمرين. الله شاهد لا عندي عرف بيهم، بس اجي اصلح يمهم، بس اشوفهم انقهر عليهم. زين احنا بالنسبه لنا سواق التاكسي ابو الخصوصي يشتغل، ابو التكتك دا يجيب يشتغل، دا يجيب السيارات ويكوم، ونفس الشارع. وانت هاي قدامك، هاي شوف 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 قدامك، صور باوع باع الزبايل وباوع يجي ياخذون فلوس غصبا عليهم، البلديه والضريبه كلها تاخذ منهم. كل احنا هسه احنا من جد نصلح نقعد جنبهم يصلحون السيارات. زين يعني ماكو 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 اهتمام بكثره عطش، ماكو اهتمام، كل اهتمام بالمحلات، باهل المحلات هامليهم، بس يدفعون غصبا عليهم غصبا عليهم. ها بالنسبه لي هسه احنا بالنسبه شغلنا منتهي، سواق التاكسي انتهت، التاكسي انتهى، لان بالنسبه للتوك توك الجاب هذول المستورد شو اقول لك؟ الله لا يوفقه. احنا كنا نسولف من ساعه بالسياره قلنا المنطقه مدينه الصدر ايش قد بيها تيك توك؟ ايش قد يعني ما يتوصف، ما تنعد حبيبي، ما تنعد، لا تقول لي 2000 3 4 ما تنعد والله العظيم. وذاتك انا كفيل عن سؤالي، يعني مسؤول عن السؤال، الجواب كله انا مسؤول. ماكو ماكو بدون حرج. زين ومن الجابه؟ الله لا يوفقه، الله لا يوفقه الجابه، الله لا يوفقه. زين لان من قطع رزقنا، قطع رزقنا. يعني بالنسبه لي هسه انا الكروت كنت اشيلها بثلاثه، هسه اشيلها ب2000 ب1000 ونص. زين انا اجي للمصلح هسه عندي صدر، اجي بالصدر هذا شيء اتوسل به خط، يقول زين عمي انا وراي عمال وراي ايجار وراي صار ولا هم حقه وانا هم حقي. يعني هاي الدوله هسه هم هسه اي واحد يجي يقول لك انا مجاهد انا مواطن، كذب عمي. ذولا مو مجاهدين، الله شاهد مو مجاهدين، ذولا ناس الله مرتزقه، مرتزقه الله بلانا بلوى بهم، بلانا بلوى الله بهالمرتزقه جابهم الله بلانا بلوى. زين وكل من يقول لك انا مجاهد كذاب، هم سبع مقمعين كانوا مجاهدين وذولا طبوا بيناتهم، سبع مقمعين كانوا خافوا من صدام من حزبهم. لا تدوخ مالك شغل. تحياتي لك يا حبيبي. حبيبي 100 هلا، الله يساعدك حجي.
شلونك؟ شو اخبارك؟ انا سايق تاكسي. ابو تاكسي. اي والله ابو تاكسي. اي ابو تاكسي. يعني من الصبح لحد الثنتين واقف هنا كفي لك الله 5000 6000 دينار وكلهم يعرفون بي. هنا واقف احنا 5 سيارات. والله العظيم. عم التاكسي وين يصير بهاي السيارات الحديثه؟ والله عمي والله عمي ما هسه ابو التكتك الله يرزقه ان شاء الله احنا نقول. ها؟ بس ياخذها ب 1000 دينار. عم نفسك هذا ابو التكتك. اعطيني اعطيني صوره عن ابو التكتك. الله يساعدك. تعال انزل لي الله عليك. وانا ضريبه. تعال خويا تعال. ضريبه. تعال تعال. يتلقوني. ضريبه ونقابه يتلقون. زين؟ وعائلتي 5 نفرات والله. زين؟ والله العظيم. 5000 6000 دينار حاصل لي. المن اعطيه البنزين 500 دينار لتر. الكربة انت تطلب بالخمسه بالعالي. والله العظيم بيش ما كان صعب. بيش ما كان صعب. يقول لك لا عم انا صعب تكتك احسن لي لو يجي علي عندك تبريد زين شو اخبارك؟ قواك الله شلون عافيتك؟ مرتاح؟ ان شاء الله الله يبارك فيك الله يخليك شلون تكتك؟ والله حاليا زين حاليا اي زين تنافس ابو التاكسي ولا؟ صدق هو رزق بيد الله هسه احنا ما نختلف على هذا اي رزق بيد الله يعني هو بالشارع يمشي وانا امشي بالشارع رزق كل ما رزق يجي له بالتاكسي يجي بالتكتيك عندك يومين ثلاث ايام بالتاكسي طلع له 10 والله هسه يروحون لا 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 اي رزق هذا جد هسه ابو التاكسي يشكي يقول يا ابو التكتك ترى دمرونا اي التكتك في المدينه صار هوايه صحيح صار هوايه صحيح انت عندك تكتك وتعرف اي ايش قد عدد هسه التكتك اللي موجود اعطيني رقم هيك يعني قريب هو هو والله مليون ونص اكثر اي اكثر وازيد يجوز إيه. لا والله اي تقريبا قد البشريه صارت زين اي اي هواي والله بالمليون تكتك قد البشر زين بالسوق تكتك بالمستشفى تكتك زين زين تعامل المرور وياكم انتم تعامل المرور وياكم شلون؟ موش مو زين يطلعون خارج المنطقه ولا لا لا ما نطلع بس بالمدينه فقط ساحه مظفر يوقفوها يعبر القناه ما يوقفونه انا اقول لك اياها انا اشوفها ساعبر القناه بشارع فلسطين باب الشرجي يعني من هنا ياخذ لك كهرباء 3000 دينار. عشان نصعد ويا بالتاكسي. زين الباب الشرجي. جاي ينزلني. زين. انا عندي تكتك اطول المستشفى جوا. العمود دمرنا؟ العمود؟ تعالوا بس هنا عمي تعال. هسه احنا الناس تسولف تقول يقولون هسه جابوا بالتاكسي وبالتكتك وتعال حط حلو. لا احنا نسولف بموضوعيه منطقيه. اليوم التكتك هو صار بالشارع واقع حال. صحيح. واقع حال. صحيح. يا شباب كلها قاعده. زين. لا شغل. لا عمل وين يروح هذا قل لك اخذ لي تكتك احصل لي 15 احصل لي 20 اعيش عائلتي حقه شباب حقه احسن ما يروح يبوك احسن ما يروح يقتل قل لك اخذ لي تكتك انا اعيش بيه زين هذا حكي عدل هذا زين ابو التكتك هم حقه ولد هم شاب متزوج عنده اطفال زين تكرم الحفاظات يراد له حليب يراد له دكتور يراد له مستشفى مرته تريد جهاله يردون أسأل عنده طفل جديد يومته والحسين يومته 3000 دينار جيب لي نستله جيب لي موطه جيب لي كذا منين اجيب له انا؟ منين اجيب له؟ هن 5000 دينار كفي لك الله 5000 دينار اشتغل زين البنزين الطماطه المهم تحياتي وسلامي لك حبيبي عمي وربي يبارك بك ورزقك الله يستر عليك الله يستر عليك يا حبيبي نبقى ويا ابو التكتك هسه نشوف اهلا وسهلا تكتك نعم واقع حال قلنا تكتك صار بالشارع ما بيها كل مجال بالمدينه اي الناس تشكي منكم اي مو كلها سوا هي اكو مو كلها اكو اقول لك كلها تشكي اي 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 صحيح يا اكو تعاملكم انتم ويا الناس والله زين يعني كل من وحسب اخلاقه حسب تصرفاته بالشارع يا مو سوا اكو منها المرور مو زين وياك من يا جانب يعني غرامه يلزمك غرامه اي السيطرات هم يلزمونا عن 30 و40 غرامتنا ذاك اليوم يلزمونا ب 30000 زين هي يوم كامل يلا طلع لك 25 20 زين شغله يعني تعبان هم اللي جابوها وهم قاموا يفترون وراها هسه هم جابوها طببوها وهم قاموا يفترون ورانا فات المن جبتوها انتو هسه المن جبتوها حتى انتم هيك يعني تقضون بالسيطرات وتخسرون عن 30 انا يعني افتر على اسم 10000 انت تخسرني 30 يعني انا ابوك عقوبه حتى انت يعني ما مسوي شيء يعني اخطاء يعني انا امشي عدل يعني امشي عدل لا امشي على اللون لا امشي يعني عكس لا انا لا
حبيبي شركة المصطفى شركة المصطفى من دخلت التكتيك الدولة عندها علم لو لا؟ والله ده انت مواطن عندك علم انت جاوبني وانا جاي اسالك الدولة المفروض عندها علم ولازم يكون عندها علم حبيبي فساد نهائي موجود عندك بالدولة ما يصير لك الحل ليه حاسبون المواطن الفقير خلي حاسبون الدولة نفسهم هذا الحكي المنطقي احنا ما لو انت تحكي لي وانا احكي لك هذا حكي طايش ما يخدم احنا واقع الحال ارجع جامعة الدولة لا تجاوب اي مواطن يعني جوابك انت بعقلك ما مقتنع به انت ما مقتنع بس هو المواطن اساسي بالموضوع اخي الاساس شنو المواطن هذا حال المواطن شنو المواطن هو المواطن شنو هو المواطن عمي خلي باكي بغير دول المواطن مرتاح ما اشتريها شلون المواطن بغير دول مرتاح رحم الودك هسه لابد سياره طالع بشارع نظيف لا ابو لا بتكتك مرتاح لا احنا مو مال مجامله لا تجاملني مرتاح انا اقول لك انا ما جاملك اي بالضبط الواقع حال الواقع حال حبيبي احنا نرجع وين نقول الشارع خلنا خدمك هاي تعب بلاش بلاتي روتين ملينا من عنده فهو الحقيقه ماكو غير هذا الشيء الدوله عندها علم بشركه المصطفى وسمعنا بيان حتى الشركه نفسها ابو المصطفى حرقوا بيته ورجع مثل ما كان اذا اكو شنو اكو دفع مالي مصطفى شنو هاي بشارع فلسطين معروفه هي لا تقول لي ولا اقول لك اي والله العظيم ومشكور وهذا حياك الله حياك الله حبيبي عمي الله يسعدك حياك صحه شاي وتكاتك يا دنيا شباب الضيم يا حاني استغفر الله والله ذي كفره وحق الله يسعدك عمي هاك عز قاعده وحق الحسين يوم سميت يلا اشتغلت يوميه تشون وحق فاطمه زولها واحد يمر بينا قاعدين كلش متنا من الجوع وحق الحسين متنا بعلي هذا صباح هم بضيح حاله خريج التخريج انا خريج لا والله مخرج اي متزوج وعنده بنيه وحي حالتي اشتغل حداد اجيب ثمانيه اروح بثلاثه وحي يا ربع بنزين دايم من هذا الف يطيني في الدربي بنزين ما راس ماني في ماكو اروح مشي وعيني تياتيك يا الدنيا شو صور صور قاعد الوادم قاعد بعيني قاعد هسه نبيع مخدرات نقوم كل شيء نسوي كفيكم الحسين ابو عبد الله نبيع عرق ماكو الله يكون بعونكم الله يساعدك عمي الله يساعدك عمي شو احكي عليهم لا احكي عن مول واحد حتى صارت في عقده نفسيه من قتال الضيم اللي اقول لك هذاك اليوم دخلنا هاتيك عمي ذاك اليوم اعطونا عيديه اي متقاعدين لا مال الرعايه مال دعم الفقراء هسه قلنا راح يقطعونها من عندنا والله ما ادري ياخذونها يطلعكم 100 100 100 طول هم ماكو 100 95 95 هاي بالعيدية هسه يقولون سمعنا خبر راح يقطعونه مال الرعاية مال دعم الفقراء شو احكي بعد ما اعتقد يقطعون والله العالم قطعوا هذه الساعة نسولف والله كل العالم تحكي كل العالم ما بي ماما شو سولف بعد عالم نعم شباب الله يساعدهم شلونكم والله نعم بخير شلونك نعم على شلونك زين شغلك هنا نعم بخير نعم انا جاي سايق ممكن ما اشتغل عام بكسر عطش والله سايق شنو سايق هاي كي بيض شغلكم النبي والله شغلنا تعبان احنا اذا تشتغل لك يوميا ب 30000 لتر بنزين ب 450000 ب 450 دينار يعني ب 30 تسوي ب 15000 ظل 15 وين تودي لك 15000 الدوله كل سياره تبيعها تشتريها تاخذ طرق وجسور 100 150000 وهي شوارع كلام حفره شنو الفائده؟ قد ياخذوا منك؟ اذا تبيع سياره تشتري سياره تعال ياخذوا منك 150000 ما طرق وجسور هي شوارع كلام حفره ومكسره شلون اعطي 150000 تسوي اجازه مال السوق ياخذون منك من 150000 مال ضريبه ومشين وهاي طول نفس الحال يعني شو يعني منين ما تجي يعني كل حل ماكو هاي المرور ضريبه يعني اذا قسطك وصل يعني ياخذ منك قشف 30000 لا هي نفس كذلك اذا تشتري السوق غير مكانه مو خطك ياخذ منك 20000 15000 زين انتم الخطوط ايش قد تنطون؟ الخط نسوي مثلا اذا تسوي خط المكان تريده 150000 وسوي بحث ب 3000 اذا انت تشتغل بغير خط الهيئه تقضك قسطك وصل ب 20000 يعني ما تخلص منها بالحالتين ما تخلص يعني والله مرور قصتك منين باب الشرجي من باب الشرجي من المدينه لباب الشرجي بس اذا تروح العلا وغير مكان هم قصتك وصل غير مكان اي مكان تروح به مخطط قصتك وصل ب 20000 30000 يعني هسه تم استطرقت في يعني بدون عبريه لا بدون عبريه ما له غرض بس اذا مقبط لك قصتك وصل ب 20000 30000 حبيبي ربي يبارك فيك ويحفظك هذه الصوره المباشره نتمنى انه احنا بلكت الناس ويعني اللي بصراحه الامانه ال يعني المسؤولين اللي على الخدمات خلي يشوفون هالمنطقه زميلي انطيني صوره عن الشارع حاول تعطينا عن الرصيف طبعا بالسبعينات حسب ما
سمعت سبعينات ثمانينات كان هذا يعني مبلط وبرصيف، والمنطقة كانت أصولية بهالطريقة. أصبحت الآن ب 2019 إحنا البلد الوحيد اللي يعني اللي نتذكر ماضينا لجماله، يعني ما أعرف، لأنه بصراحة واقع الناس المرير اللي دا نشوفه يومية بالمنطقة ويومية بمكان معين، نطلع بالصورة المباشرة حتى ممكن نوصل بشكل مباشر للناس، لوضع الناس، لموضوع الخدمات اللي موجود بداخل مناطقنا. فعموما زميلي حاول تعطيني صورة، اعطيني صورة عن الوضع اللي موجود، وكأنه أنت بمكان عشوائي تماما، ومثل ما قال أحد الأخوة حتى سلطة القانون بهذه المنطقة يعني ما موجودة. وبصراحة هذا تساؤلات هواية. الله يساعدك، شلون أخي؟ أخبار أخوي؟ والله زين. مرتاح إن شاء الله؟ والله الحمد لله. ها؟ الحمد لله. شلونك بالكلية؟ والله زين. زين. تارك المدرسة؟ لا والله بطلت. تاركها مو؟ ليش بجيت؟ شنو ذنبي بس أنا بعيد النت؟ أجل ما فضل المدرسة هواي. خلونا بعيد النت بالشارع. أبوي مريض، لا طورات برعاية ولا هاي. والله. يا منطقتك؟ بشي شارع مال حيور. حيور. تجي يومية الصبح هنا؟ أجي. بس تبيع أكل الناس كل شيء ماكو؟ إيش ماكو؟ راتب الوالد ما عنده راتب؟ ماكو. ومريض؟ إي والله، عمليات قلب. إي؟ إي وشريان زرعوا له ماكو. إي. وأنا أبيع أكل الناس يومياً هاي، لا جواعد من الحكومة، لا يجوا دقوا علينا الباب، ماكو. هم يجوا بس مرة واحدة قالوا والله نسوي لك ولي يومك، ما عاد يجاني. الآن يعني والله ما أقدر أنا أحكي، خلي طفل بهذا العمر. هذا صار لك سنين هنا يعني. كم صار لك؟ والله سنتين ما أدري ثلاثة هنا. الآن يعني أريدك تسولف واقع حال والدك وعائلتك لي السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية دكتور باسم يسمعك. سولف. إلك. سولف براحتك. الحكومة ليش ما يجون هنا يناشدونا؟ يعني أبوي لا عنده راتب، لا مو مفروض مدرسة، المفروض أنا أول متوسط عفيته من الرابع عفيته أشتغل أموت أطلع لهاي العشرة أو الخمسة ماكو. يجون بس هدي سنة صار ثلاث سنين ما أدري أربعة، والله شنو جالك بعد ما يبونك تنس؟ إحنا نسوي لك راتب هواي ما حد يجاني. يومي أبوي يذب لك كراوة بس يدي سوله راتب ماكو، أبد ما حد يجي سوله راتب رعاية. ليش؟ يا لي جي قال والله اسمك ما طالع، يا لي راح قال اسمك ما طالع. والله ما ادري ايش اقول. تحكي يا الحكومه، ايش تحكي عادل المهدي، ايش تحكي يا عادل الوزير؟ قال انا اتصل لكم مجار وهاي ام العربيه كل شيء اسوي لك، اجاني لفانه اكو واحد سال علي هاي. انت كبير؟ انا؟ لا انا ثاني، عنده واحد اكبر، عنده واحد اكبر. اكبر ايش يشتغل؟ عم يبيع فلوس. نفس الشيء نانا. نفس الوقت. هم عائله خطيبه. كلها نفس المعاناه. والله ما يعني ما اعرف. يعني خليك يمي، خليك يمي. شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي بارك الله على والدك، الله يخليك. الله يسلمك، رحم الله والدك. الطفل هذا من زمان تعرفه؟ والله من زمان خطيبي، يبيع فلوس هنا. وخطيبي امورهم تعبانه فدنا وابو مريض. وخطية مرات احنا نشيل ونطيه لله. اي والله كل العالم متأذية، لا شغل لا عمل لا هذا، قاعده قاعده والله العظيم. هاي شوف الشوارع تعبانه، الامور تعبانه، السبي تصير ازدحامات تقاطع، يصير لك ملحمه والله العظيم. انا شغل لا ماكو ازدحام، ازدحام بتجي السيارات الحكوميه ما ادري شنو الطب هنا تسطيح ما ادري شنو وتروح العالم، يصير ازدحام قصدي يعني تقاطع تعبان يعني الشوارع تعبانه. هاي من انا مزود الشارع من هنا، هذا من هنا اي من هنا شتا صيف غرقان المي، هذا من هنا الشارع. قالوا مجاريه تشتغل؟ مجار ما تشتغل عمي، هاي لو تجي بالشتاء غير مي للركبه. عمي يصير بحيرات منا، يصير بحيرات بالشتاء، بحيرات منا تصير مستنقع. يعني اللي يجي ليه جاي وي كامل وي البنج مال السياره المي؟ والله العظيم هاي منا غاي طبعا منا خوي. اذا يوم السبت هنا هاي التقاطعات ايش تقفل، كل من بكيفه، لا التزام لا يلتزمون وي المرور ولا غير وي المرور. عم الناس ما تخاف من القانون لو هو القانون ماكو. عم ايش اقول والله ايش اقول لك يا عم، اذا يعني مرور واقف بالشارع
ماكو احترامات للمرور عم ابد ماكو احترامات للمرور يعني كل من القوي ياخذ الرشيش كل من يريد يعبر مثلا اذا مو انت بنظام وانا بنظام حتى ما يصير هالزخم مال السيارات هذا يحطون مرور واحد بس بالسبب ايش يسوي ايش يسوي المرور شو يسوي المرور عمي شو يسوي شو يسوي المرور شو يسوي عمي يعني بهذه الصورة المؤلمة اللي بدنا ننقلها لكن بهذا يعني هذا واقع الناس وما ممكن انه احنا يعني نحكي بشكل يعني بس هذا هي الكاميرا اللي تصوره واللي يطلع ويانا بالبرنامج الناس واصلة مرحلة من الفقر مرحلة من الألم وبصراحة احنا اللي نقدر عليه نقدمه للناس بشكل او باخر حتى نكون مع الناس من ضمن هذه الفئه اللي العطاله بطاله اللي قاعده الشباب اللي عايفين دراستهم ومدارسهم على مود يعيشون هذه كارثه يعني جيل كامل غير متعلم غير متحضر وبالتالي رسائل مهمه جدا لواقع الناس المؤلم خليك يمي لواقع الناس المؤلم اللي بصراحه احنا بدورنا نتالم من نشوف هذا الواقع بصراحه نتالم وكنا نسولف انا والزملاء حتى صارت عقده نفسيه بينا لانه اذا نشوفه يوميه الم ومعاناه لا تنتهي بالنسبه للناس البسطاء اللي يعانون واللي عايشين على قد الحال بهذه المناطق سواء في المناطق الصناعيه اللي موجوده في بغداد وحتى المحافظات وحتى المناطق السكنيه بيها معاناه وبيها كثير من المشاكل نتمنى ونتأمل نوصل للناس وعلى الأقل نحقق فشي للناس لأنه ما أعتقد واصل مسؤول لهذا المناطق اللي يلاحظها يقول لك هاي وين هذا خارج العراق وخارج بغداد فبالتالي حياك الله شلونك حبيبي شو أخبارك شو صحتك؟ الحمد لله على الله. خلنا نتمشى. أنا قاعد. لا شوف لا من أنا أبوك الله يقبلها محمد هي دوت ليش؟ أنا جاب. أحسن ما مديد وأبوك وقت وسلب هي هاي دولتنا. أنت إيش تشتغل؟ أبيع موطة وما حد يشتري مني. ليش؟ أبيع موطة بعرب أنا أبيع. هي هاي دولتنا وقعدت الله يرضاها محمد. عندك راتب أنت؟ إي عندي. إيش قاعد تستلم؟ 200. 200 كل شهر كل شهرين اي يعني كل شهر 100 اي يلا هي هاي دولتنا لا شارب يا خير امان ماكو لا ستيب كيتي نهب ان الله يقبلها محمد يلا وين دولتنا تحياتي لك يا حبيبي وتحياتي لكم ونشكر الكادر العراقي ان شاء الله يبارك فيك يا حبيبي شنو تشتغلون هنا؟ ها؟ مصيبه اعطينا اعطينا صوره عن الشارع صلاح حاول تعطينا عن موضوع الخدمات حتى بكيت الله الاخوه بالبلديه يشوفون رغم انه التجاوزات موجوده القانون لو كان قوي وفعال على الجميع ما كانت بهذه الصوره ما كان بواقع الناس بهذه التفاصيل اللي موجوده الان اللي نلاحظها فبصراحه رسائلنا مهمه رسائلنا للناس رسائلنا بشكل مباشر للمسؤول هذا واقع الناس اللي موجود بهذه المناطق رغم انه هي مناطق شعبيه رغم انه هي مناطق يعني بصراحه سلطه القانون مو موجوده لكن موجوده لكن غير مفعله على ارض الواقع فبالتالي الشكاوى اللي تقدمت بالبرنامج بتفاصيل حبيب ها طيب شيء شوف احنا بشكل مباشر رحنا الوادي لان هاي العالم خطيه والله دمرت هاي الشباب شوف يعني هذا اعتبره شلون اخوي هسه من بكى انقهرت علي صحيح انا رجال مو عامل يوم 10000 دينار بس من بكى هذا الطفل انقهرت علي خلي الدوله تباوع شوي على العالم الفقره لان الخطيه هاي العالم خطيه هاي ذول الجهال مرحله خطيه ذول الجهال هذا من حقه ابوه يطلع لي الشغل من هاي لان ما عندهم نقمه ياكلون
بلد تعبان، بلد انتهي خالي، خلوا يباعون على عالم الفقره. يعني هاي العالم شويه الله يخافون الله شويه. عالم تعبت خطيه، يعني انا طفل شاب بعد شفتي من الحياه، المفروض يكمل دراسه، يكمل شيء، يكمل تعليم. خطيه هاي الجهال، يعني بالشوارع باقي تشتغل، لو واحد مد ايده اكو عالم تاذيهم، يعني حتى يطردونهم ويغلطون عليهم. صحيح، هو سوق بعد سوق معروف بيزين وبيشين. تحياتي لك يا حبيبي، والله يبارك فيك ويحفظك. شرطة الأحداث يعني مكان ما يوفرون لعائلته مصرف وروسي، يجي ذبه بالسجن ورا فترة يلا يطلعونه. شنو ذنبه؟ يتيم خطية، يعيش أبوه معوق وعايشه، هو أخو يبيعون الكنس. أجول هنا هم؟ هي كثر ما يجون شرطة الأحداث لمون هذول اللي يفترون النسوان يفترن. مكان ما يوفرون راتب بسيط لبيوتهن يجون تزمن شرطة الأحداث وتروح. يلمونهم هنا؟ أي يلمون. يلمون عدد؟ أسأل تعال كثير شيء أبسط الأيام، تعال الخميس وشوف النسوان اللي جن سوريات، شبك، مصالوة، إكراد، جماعتنا عرب، يعني من كل الطوائف تجينات نسوان. الله يساعد الناس. وان شوف هذا ايش عرب انتي؟ بيش هاي خلف الله على المحل تطيني حديد وسكراب والنبي. الله يكرمك. وان متزوج عدة اثنين جهال وقاعد ويا اهلي. انت ردت تحكي عن الاحداث شنو؟ بالسجن نعم ايه ياخذون السجن، لا ما اخذونا والله. ايه قالوا انت تبيع ما ناخذك احنا. ايه ما اخذونا، هواي ناس قالوا لا لا ياخذ ليش خطيه بيع بسلس، ما حد خذاني. بس انا اقول لك مجدياتي ياخذوني، وكبين مجدياتي قتلت بالمحلات من الخوف. ايه يقولوا ياخذ منهم فلوس. قد ياخذون انت؟ والله يقولون 300 وما ادري قد. تحياتي لك يا حبيبي. ابقى يمي بهذه الصوره المباشره نختم، و نوعدكم انه باكر راح نكون بغير مكان وبتفاصيل اخرى مع الناس لنقل واقعهم، وبلكه الله اهل الضمير يسمعون بشكل مباشر الرسائل اللي موجوده واللي تطرح في الميدان، رسائل من قلب الناس ومن ضيم الناس تحكي بهالطريقه. تحياتي لكم، انا احمد ركاب وزميلي رافقني صلاح الهيبي على مدى هذه الحلقه. انتظرونا باكر بنفس الوقت والموعد. شوفكم خير.